اروح للكره الطائره رجال، وكان عندنا مباراه مهمه مع دلفي بالمناسبه، رجال والسيدات الاثنين كان عندهم مباراتين مع دلفي. نيجي لمباراه الرجال في البدايه، كانت مباراه مهمه في مجموعتنا، فزنا بكل المباريات وفزنا بكل الاشواط، وانتهت المباراه دلفي 3-0، 25 23 25 13 25 16، وكده يكون فرقتنا خلصت الدور التمهيدي كله وكسبت كل ماتشاتها المقاولين العرب، بتروجيت، الترسانه، الشمس، دلفي، دلفي رايح جاي. طبعا خلينا اكون واضح مع حضراتكم، والكلام ده بعيد وازيد، وان احنا حتى الان ما اتحطيناش في اختبار حقيقي، الاختبارات الحقيقيه هتيجي، ما مش مستعجلين عليها، وهي غالبا هتكون مع نادي الزمالك. ده بالاضافه لبطوله افريقيا كمان اللي هتلعب على الصاله دي اللي حضراتكم شايفينها، صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. كاميرا الابطال كانت موجوده في الماتش وصورنا التقرير ده، نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. الحمد لله على المكسب. طبعا فرقه دلفي دي فرقه كويسه، الحمد لله ان المدرب بدا بالشوط الاولاني باللعيبه الصغار كلها اللي هو من زي حمزه والصافي، وبدا بسعيد اللي هو البصير، وبدا باللعيبه اللي لسه لاول مره هيحتكوا السنه دي معانا، فدي مش مشكله خلاص. فالجيم كان ماشي واحده واحده، احنا ضيعنا شويه، عندنا شويه مشاكل، فالحمد لله قدرنا الشوط الثاني والثالث ما نغلطش في المشاكل دي الاولانيه، فخلاص الموضوع بقى تمام يعني، ومشينا على النظام والسيستم بتاعنا، خلاص كسبنا الحمد لله. طبعا احنا خلصنا الدور التمهيدي الحمد لله، المدرب شارك ناس كتير قوي، اللعيبه اللي لسه بادئه واللي لسه راجع طالع من الناشئين، واللعيبه اللي موجوده معانا السنه دي، فان شاء الله الفتره الجايه طبعا في تمرينات كتير قوي، لسه في يعني هيبقى في تكنيك تاني ان شاء الله، مش هتبقى قويه جدا، وباذن الله خير يعني، ان شاء الله السنه دي نعمل حاجه كويسه. لا هو كان ماتش في المتناول، هو بس اول جيم اللي كان صعب شويه، بس الحمد لله احنا ركزنا، وبعد كده الجيم الثاني والثالث حاولنا ان احنا نضغط بالارسالات. هو طبعا المدير الفني معتمد علينا طبعا، ان احنا كاستقبال كريبلو المفروض احنا بنستقبل اثنين في الملعب، فانا بحاول على قد ما اقدر بغطي الملعب كله او نص ملعب. كمان عندنا سيستم ديفنس لازم نتمرن عليه ونطلعه في الماتشات، شوف الماتشات الجامده ان شاء الله ننفذه يعني. طبعا الماتشات اللي جايه صعبه جدا، طبعا لعب سموحه، لعب سبورتنج، ماتشات طبعا اقوى من الماتشات دي بكتير، فان شاء الله يعني عايزين نعوض السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، وعايزين ناخد الدوري ان شاء الله السنه دي ان شاء الله يعني. لا احنا السنه دي طبعا يعني مع المدرب الاجنبي طبعا في سيستم، في وقفات ديفنس، في وقفات استقبال، في وقفات بلوك يعني جديده يعني احنا لسه اول مره ناخدها بصراحه، فان شاء الله السنه دي مختلف عن اي سنه تانية يعني. ان شاء الله انا وعدكم يعني ان شاء الله الدوري والكاس وافريقيا ان شاء الله هكون في نادي الاهلي ان شاء الله. والله الحمد لله كان اخر ماتش في الدور ده، مهم جدا ان احنا نفضل نكسب. الدور الاول تمهيدي، فكله بنقسم الماتشات علينا، بنقسم الاحمال، فيعني طبيعي يبقى في سنه تذبذب، سنه مهم، اهم حاجه ان احنا نوصل للدور الجاي والمراحل المهمه في اعلى فورم ممكنه لكل اللعيبه، فده كان التارجت بتاعنا وان شاء الله احنا ماشيين عليه كويس باذن الله. في موضوع الناشئين ده فعلا في كذا حد من الناشئين طالع معانا، وبالذات في الحته دي هو بيتكلم ان احنا مهما كان الدنيا ماشيه كويس، الدنيا ماشيه مش احسن حاجه في الماتش، ان احنا لازم نبقى مع بعض، نفضل كلنا صغير كبير اللي في الملعب، اهم حاجه نفضل تيم واحد، نفضل مع بعض، دي اهم حاجه. بس الفولي وكده بيمشي وبيجي، بس اهم حاجه طول ما نخسرش بعض، ما نخسرش ان احنا نبقى وحدتنا يعني مع بعض في الماتشات خالص. الماتشات الجايه عندنا، الدور الجاي لسه مش عارف امتى بالظبط، هيبقى سموحه وسبورتنج وهليوبلس تقريبا، بس زي ما قلت لك دي خلاص انت كده دخلت في الماتشات المهمه، دخلت في الماتشات الجد، والتركيز لازم يعلى، الشغل لازم يعلى، يعني دخلت في المراحل حسم الدوري، بس اهم فتره في الموسم يعني. زي ما شفتوا اللعيبه بتتكلم عن افريقيا، يعني زي ما قلت لكم يعني حاسين ان بطوله افريقيا عندنا في الصاله وان مهمه جدا، وزي ما قلت لكم ان اللي هيكسب افريقيا من الرجال والسيدات هيشارك في بطوله العالم. فنتمناها ان شاء الله تكون اهلاويه سواء رجال او سيدات، وهتتلعب على صاله الامير عبد الله الفيصل، زي ما استضفنا السنه اللي فاتت ابطال الكؤوس في كره اليد رجال وسيدات وكاس السوبر الرجال، ونجحت الحمد لله وخرجت بشكل جيد. نتمنى ان شاء الله بطوله افريقيا القادمه رجال وسيدات، في العادي هي بتتلعب بتبقى في مارس ابريل مايو، بتبقى في الوقت ده. اتصور رمضان ان شاء الله يكون كل سنه وحضراتكم طيبين، في ابتدي في النصف الاول من مارس، اتصور البطوله دي هتكون بعد العيد يعني ممكن اخر في النصف الاخير من ابريل.
بطولة افريقيا لما اعرف ميعادها بالظبط هقول لحضرتك.